أسعدتم أوقاتا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من دراما رمضان. ندخل إلى كواليس المسلسلات، نحللها ونستضيف نجومها. نبدأ بالعناوين. ماما قومي خلينا نفك الشرويطة. شرويطة؟ وش الشرويطة يا أميمة؟ رغم اعتذار الخارجية الكويتية وقناة الوطن، أزمة مسلسل الكرتون مع المغرب مستمرة. ما نبغوك يا قرد. دعوة عدانا اللي أبغيك. زوار العربية نت يختارون المسلسلات المصرية أولاً، والحضور الخليجي يكاد يختفي. كل سنة وأنتم طيبين وبحبكم قوي. غدا عبد الرازق سعيدة بزهرة وتقر بتفوق هند صبري وتحب الجماعة. مش غير نفسها وإنها بتاعت مشاكل. والله يا الربع، وإني ألمح بنيه غايرة فرسة. الممثلة الأردنية الشابة نادية عودي ضيفة دراما رمضان. عز الله مثل باشق بمعركة. زليني على قولتهم مزيون. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ حلقتنا هذا اليوم بنقاش عن الأعمال الدرامية المعروضة، تلك التي لها جماهيرية شعبية إذا صح القول، وتلك التي أيضا أثارت منذ حلقاتها الأولى وما زالت تثير خلافا بشأن مضمونها. معنا من القاهرة نادر عدلي الناقد السينمائي. أهلا بك أستاذ نادر. وطبعا رح نتحدث عن العديد من المسلسلات بعينها، ولكن بشكل عام طوفان المسلسلات يغزو الشاشات خلال هذا الشهر. أكثر المسلسلات اللي لفتت نظرك أنت يعني وأكثرها متابعة برأيك؟ هيكون الجماعة وهمام شيخ العرب، واللي أكثر شعبية زهرة. يعني زهرة عامل مع الناس حالة شعبية رغم أنه مسلسل فنيا ضعيف جدا. احنا بدنا نحكي عنه أكثر الحقيقة، مسلسل زهرة بدنا نحكي عنه أكثر وبالتفصيل. شعبية كبيرة الحقيقة، وبالفعل له شعبية كبيرة. خلينا نشوف هذا المقطع منه وبعدين منتابع الحديث. احنا كنا بنحب بعض قبل ما تقع بك الطيارة. يعني برضو مصر على حكاية الطيارة؟ وفي حاجات كتير قوي هقولها لك يا ماجد. ماجد، ماجد، ايه في ايه؟ مش انت ما تعرفش اسمك؟ انا يا سيدي بقول لك ان اسمك الحقيقي ماجد، بس انا بقى ليا عندك طلب. تحت امر. مش عايزه اي حد يعرف ان احنا بنتقابل او نعرف بعض، ولو قابلتك واحده وقالت لك يا ماجد قول لها انها غلطانه.